كنت أشتغل في مستشفى حطان، واشتغلت في المستشفى الجمهوري 25. بعد ما وقع الحرب تكونت يدي، خلاص وقفت. الحين أنا ملقط لي صحات واحد طب وأسبر أكل جهالي وما في خير ساعدني. الحمد لله مع الصحة طلق أجر لي ب150، 300 كدم و300 زبادي، وعدت لي قردن واروح أصلح لهم قرص شاهي. يوم نشل سكر ويوم نشل رز ويوم نشل شاهي هكذا موالغة تروي. ما بش ما تقولي إن واحد يجرب الجملة. الحمد لله. كوفت يا امك. ما قد اكلنا الحمام التات شهرين. ومرة طولنا وجبة المنظمة بارك الله فيهم. يلا. طبعا يوجد بسبب الظروف التي تمر علينا أسر كثيرة متعففة جدا داخل بيوتها، غير الأسر النازحة التي يعني يعرف مكانها. عدد الأسر التي يستهدفها مطبخنا العام الماضي استهدف 200 أسرة، هذا العام تم استهداف 300 أسرة، بالإضافة إلى 200 وجبة كذلك يتم إعدادها من فاعل خير يتم توزيعها في الحواري.